صباح الخير على كل المصريين اللي بيشوفونا النهاردة على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى أو الفضائية المصرية. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم صباح الخير يا مصر. صباح الخير عليك يا جمال. صباح الخير وسعادة عليك يا مصطفى، وصباح الخير وسعادة كمان على حضراتكم جميعا. بنبدأ معاكم حلقة جديدة ويوم جديد من صباح الخير يا مصر. دايما وإحنا بنفكر كده في أي موقف بيحصل لنا بيبقى في قدامنا حل من حلين، في حل احنا متعودين عليه او حل بالنسبه لنا حل سلمي او حل امن، مخرج امن كده زي ما بنقول، وحل تاني نبقى خايفين منه، مش عارفين، يعني شاكين كده، مش عارفين هو خير ولا مش خير، هنستفيد ولا مش هنستفيد. وبعدين بيجي هنا بقى مقوله مهمه جدا طول الوقت بنسمعها، اللي تخاف منه ما يجيش احسن منه. واحيانا فعلا ده بيكون يعني ده اللي بيحصل، بعد ما الموقف بيعدي وبتحصل حاجة اللي احنا خايفين منها بنقول الحمد لله اصلا ان هو ده اللي حصل. خلينا بقى نشوف مصطفى ايه الموقف اللي حصل معاه وقلت اللي تخاف منه ويجيش احسن منه. ده كتير والله. قول لنا حاجة. بصي دايما كنت انا اشتغلت في قنوات كتير، فيحصل ان انت تروح لقناة يليق متميز كويس ان انت في الخارجي في حتة انك تبقى مراسل وتنزل تغطي وتعمل مش عارف ايه، وانت بقى عايز تقعد في الاستوديو عشان تستريح. تمام، انت عارفة الغريزة بتاعت المذيعين. فتروح لقنوات كتير فكشف انك مميز جدا في الحتة دي. بشكل عام يعني مش هتكلم على قناة بعينها، بس اكتر من قناة رحتها وكان التفضيل عند المدير ان انت حلو في الخارجي، انت شاطر في الحتة دي، فلا انزل اكتر هنا، فلاقي انك بتعمل عمل مميز جدا، في حين انك لو قعدت وفي هتبقى زيك زي غيرك زي ما بيقول. فده مثلا على سبيل المثال، يعني انا هي القصه هنا يمكن مثال شخصي شويه او مثال متعلق بعملنا الاعلامي شويه، لكن هو عموما احنا بنتكلم عن فضيله الرضا. يعني وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، صحيح. وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. وفي مثل تاني بيقول لك بعد المنحه، بعد المحنه منحه، بعد المحنه بعد المحنه بعد المحنه منحه. هي دي بالظبط. يعني ربنا بيقدر الاقدار، فانت ما تستعجلش. سبحان الله، ممكن تبقى انت مثلا عايز تروح مكان تشتغل فيه وشايف ان المكان ده وحش، او في مكان واتنقلت المكان تاني فتفاجأ انك متضايق جدا من المكان، فلما تروح النقله تلاقي زمايلك احسن وحياتك افضل ومش عارف ايه وايه. وبعدين في حاجات على فكره يا جماعه مش بالفلوس، يعني الراحه النفسيه اهم حاجه. انت ممكن تروح مكان يبقى فيه زملاء فيه لطاف جدا، وممكن تروح مكان تاني تبقى الدنيا صعبه جدا، فما يعني ما بتتحسبش كده زي ما بيقولوا، صح ولا انا غلطان؟ صحيح. يمكن في موقف يعني لفنان شهير، يعني بقى علينا، بس ده كان زمان، يعني كان هو كان في بدايه حياته، كان يعني حاله يعني بسيط، احواله بسيطه قوي. المهم يعني ان هو قالوا له بتتمنى ايه؟ فقال لهم انا بتمنى فلوس كتير قوي. حصل. ايوه صح، عارف القصه؟ عارف. ف مش عارف كان بيتكلم على الاكل، باين قال افطر واتغدى واتعشى، لان يعني ما كانش بيفطر. كان هو وجدي؟ انور وجدي. كان انور وجدي. عايز اهم حاجه ان انا يكون معايا فلوس كتير جدا ومش مهم الصحه، ويجي لي بقى اي، وذكر مرض بعينه. بالمناسبه المرض بعينه بالمناسبه. سبحان الله، سبحان الله، تلف الايام وتدور يبقى فعلا معاه فلوس كتير جدا، وسبحان الله يجي له المرض ده ويصرف كل اللي معاه على علاج المرض ده. ف دايما زي ما كان مصطفى بيقول كده، الرضا دي اهم حاجه. يمكن بنشوف طول الوقت ناس يعني ما شاء الله ربنا فاتحها عليهم جدا، ناس مثلا عندهم اولاد كتير، ناس عندهم وعندهم وعندهم، ممكن تلاقي حد حاله بسيط جدا فعلا راضي. الرضا ده يعني هو سر السعاده بالمناسبه، يعني مفتاح السعاده، ويمكن بابسط الاشياء. يعني الرضا لا يقاس، لا ان كان بفلوس ولا باولاد ولا باي شيء، ولا بوظيفه، وظيفه احلامك، ولا بعربيه احلامك، ولا بالبيت اللي بنتمناه خالص. الرضا ان انت تثق في اختيار ربنا، اختيارات ربنا لينا. الرضا ان احنا دايما نبقى راضيين بالحال اللي احنا فيه. مش معنى كده ان احنا ما نسعاش، مش معنى كده ان احنا ما نبقاش عايزين نبقى احسن،
لا بالعكس، بس دايما نبقى واثقين ان ربنا بيكرمنا، بنسعى وسايبين الباقي على ربنا، عارفين ان رزقنا متقسم 24 قيراط، قيراطين هنا على 3 هنا على 5 هنا، ممكن حد قدامنا يبقى احسن في حته معينه بس ما نعرفش اللي عنده الناحيه الثانيه في ايه موجود. عشان كده لما بنيجي نبص على موقف فنقول يا ترى اللي هيحصل ده خير ولا مش خير، يا ترى اللي جاي ده خير ليا ولا مش خير، واحنا بنقولها كده يعني بالامثال بتاعتنا اللي احنا متعودين عليها، اللي تخاف منه ما يجيش احسن منه، لكن هي في المقابل ان اختيار ربنا لينا هو الاحسن. حتى بالمناسبه لو انا في موقف وحش، حتى لو زي ما انت قلت يا مصطفى فقدت مثلا شيء انت فاهم ان هو اكبر شيء عندك او اهم شيء عندك، فجاه بتلاقي ربنا فتح باب تاني ما كنتش تتخيله تماما.